اخوان حياكم الله، السلام عليكم. رجعت لكم فيديو جديد، واليوم منشوف فيه بلاتي هذا المول العملاق اللي يطرزون به وبماركات عالميه وماركات تايلنديه حلوه. نبدا وان شاء الله راح يكون عند حسن ظنكم. تحياتنا. هذا المول، هذا السنتر بالبوتينام. حاليا احنا بالبوتينام، فحبينا نغطي لكم شوكو موجود بيها ان شاء الله واحنا ماشيين. تحياتنا ونبدا. هاي اول ما تدخل لازم تسوي هاي سكان. هذا مكتب شحن. اول ما تدخل شوفوا اخوان، هاي اسعار الاحذية التايلندية. هاي اسعار 299 باك. طبعا هاي اسعار جملة بالمناسبة، لانه هاي المحلات تبيع كلها جملة يبيعون. وهاي المكاتب بصفك تشتري وتشحن. هذا طبعا الطابق الاول. خل نغطي لكم اليوم هاي الاسواق، شبيك كانت الناس تستفاد من عندها. هاي اخوان الاقمشة. هذي كاب هني تايلاند؟ هني تايلاند؟ كاب. هذا قماش تايلندي طبعا، كله ميد ان تايلاند للجملة. هذا كله قماش اخوان، شوفوا هاي الانواع النوعيات مالتي. طبعا هاي البوتنام بحر، بس التكت لك شتو قليل عندهم. طبعا اني اكو عندي شخص رجال عراقي يريد يشتري، بس الشتو قليل قليل يعني الشتو. والمشكلة جوهم هنا كله صيف، محلات الشتو قليلة. ما تطريز يطرزون هنا، يطرزون ويسووا هاي اقمشة. هاي شوفوا المنظر من هنا اخوان، هاي المنظر من برا البلوتينام. اخوان هذا فلسونس يا جماعة، والله هذا فلسونس جملة مالته. شوف اخوان والله عمي فلس ونص، هذا جملة مالته 299. هاي احذية
هذا 599. هاي اشعار، كل اشعار جملة. شو شلون اهديها؟ هذا يحب هذا. $399 والله بلاش. هاي الجولة هنا ممتعة بصراحة، شركات النقل، المكاتب التوصيل الموجودة. تحياتنا بقيانا، جولاتنا مستمرة. تحياتنا. شوف طبعا سابقا وين من صورته قبل فترة وهسه وين السوق. هسه اكو ناس مفتوح، اكو ناس هواي موجودة. تايلندي هذا تايلندي. شوف صناعته شلون تخبل التايلندي. شوف اخوان شلون هوسه عالجملة. لاحظ لاحظ اخوان على اسواق الجملة اليوم. واه الناس لازم السرعة، لان كان مغلق، كان مغلق باوع. اخلق الوتنام. شوف شوف الملابس، ترتيب الحياة شلون رجعت حبايب قلبي. هاي كلها اكثر شيء صيفي، الشغلات الشتوية عندهم تقريبا قليلة. لان انا دورت والله وايد دورت. شوف اخوان تحياتنا اخوان، ندخل لكم جوا. هاي شفتوها بالفيديو السابق، ماكو ناس. حاليا اكو ناس مليانة، هاي ناس. شوف اخوان تحياتنا، ملابس كل شيء. تحياتنا حبايب قلبي. شوف شوف الزحمة بهذا السوق يا اخوان. من رجعت الحياة، صدق رجع للحياة. شفتوا قبل فترة شلون في خوف. ودينا يقللون علينا. سوق الصراحة ولا أروع، وكل شيء موجود به.
اخوان؟ شوف كلش صيفي ماكو شيء تويت في قليل هلا. هاي يوم السبت باكر ما تقدر تمشي، باكر صراحة ما تقدر تمشي. هاي هنا ذكرون هاي القطعة من جيت هنا، هاي البرج قباله يباوع، برج الرئيسي. هاي الدربونة دخلنا بيها. عجبك شي توي؟ يا اخوان تشوفون، شفتوا كثرة الناس اليوم؟ ما شاء الله اليوم كل شوي ناس. والله يا اخوان انا جاي صراحة اروح جاي بشغلة، بس شو اسوي بعد هاي؟ قلت خلي اصور الحبايب قلبي. تحياتنا وابقوا انا الجولة مستمرة. حياتنا الجولة مستمرة في هذا السوق العظيم بصراحة. كثرة الناس هواي ناس صراحة. درابين درابين. تحياتنا اخوان، خلنا نحكي ونسولف وياكم لان موسيقى هاي تطلع عليها مطالبة بحقوق. شوف الناس ايش قدها اليوم. اخيرا مطرت اخوان، شوفوا دقتها، مطرت مطره معدله.
طار اخوان قامت تمطر بقى. هذا والله رجالي رجالي معدل هذا محل معدل خوش خوش والله هذا. حياتنا اخوان والى هنا وصلنا لنهاية هاي الجولة من ان شاء الله جولة نالت اعجابكم لان بصراحة قامت تمطر ونخاف. سلام، نشوفكم حلقات قادمة.